اليوم كلمتنا صفاء جديدي. صباح النور يا للا. صباح الخير. مرحبا بك يا صفاء. يعيشك. صباح الخير. لاباس؟ الحمد لله. انت لاباس؟ الحمد لله. شنو احوالك؟ وشنو احوال الصحه؟ وشنو احوال العائله؟ وشنو احوال الاولاد؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. الحمد لله. مريومة واحمد، عندك بنوت اسمها مريومة وولد اسمه احمد؟ اي. يا ربي فضلهم. اما ديديكاس اليوم لشكون يا صفاء؟ الماما بسمة. الامك مدام بسمة، ان شاء الله ربي يفضلها. المناسبه شنو هي؟ عيد ميلادها. المناسبة عيد ميلادها. به كان بشنو قاعدة كان نسأل وانتي تجاوب، رانا مانيش باش نتواصلوا برشا السباحة. يا بدي احكي احكي لنا شوية على مدام بسمة. يلا. ماما امرأة طيبة برشا، وحنينة، فيها تبكي اقل حاجة على الوالدين على الصغار، فيها تبكي. قال باش تبكي اليوم صباح تصوري. ان شاء الله دموع الفرح على كل. ونحب نقولها ربي يخليك لينا، وإن شاء الله ربي يحييها. وين تعبتها برشا خاطر لي هيك بصغاري، وهي ديجا لي بينا الكل حقيقة، أنا وأخواتي. أيوة. وربي يحييها. امين يا ربي. دونك اليوم مدام بسمة باش تحتفل بعيد ميلادها. مدام بسمة في الدار عيطولها بسومة. أي. ايوه. ومدام صفاكي كلمتنا مصره للديديكاس هذه، راهي منها هي ومن مريم ومن احمد، منهم ثلاثه. اي صحيح. صحيح. في بالي عندك خواتك زاد انت؟ يا عندي خواتي محمد وعلاء. محمد امين وعلاء الدين. محمد امين وعلاء الدين. ولا وقتاش خطوبه محمد امين؟ والله ان شاء الله قريب. اي قالوا لي خطر قريب. انا قالوا لي بينتو بسومه في التحضيرات، بينتو بسومه باش تمشي وتخطب له البنيه ان شاء الله، وان شاء الله ربي يهنيه. يعيشك. باه شنو كلمت السر يا صفاء؟ كتكوت. كتكوت. يا جماعه كلموا لي مدام بسمه. مدام بسمة مرأة صنفة طيب العربي والسوري، تحب الغناء التونسي وبالأخص تحب أغاني الأم. تحب باش تمشي تخطب الولدة على قريب، يتربجوا بها بسومة. عندها ثلاثة صغيرات كما قالت، صفاء ومحمد أمين وعلاء الدين. مرأة حنينة. مرة هي صغيرة، صفاء كليت برش تريح مع عندهم خاطر هي الكبيرة صحة وبشفاء. كلنا كلينا. ضربتها وهي صغيرة خاطر هي اللولة وكانت صعيبة وقتها، وقالت لها تحب تقول لها نحبك برشا وربي يخليك لي. معنا مدام بسمة. ألو صباح النور. ألو. ألو صباح النور يا مدام بسمة. شنو أحوالك يا للا؟ صباح الخير. الحمد لله. الحمد لله يا مدام. كي نسمع السويت هذايا ونسمعك في فورمة الصباح وناشطة ما نجم كان نفرح يا مدام. يعيشك تبارك الله فيك. يا بسومة البيا إن شاء الله كل عام وأنت حية بالخير يا للا. يعيشك ربي يعيشك. مش اليوم عيد ميلادك للا؟ مرسي. عايشك. عايش خويا. عرفتني انا شكون ولا ايه؟ مناشد في كنوز افان. الله الله. مناشد في والله تفضحنا. تفضحت العاده والعافيه. هاي مدام مرحبا بك معنا على اذاعه كنوز افان كالعاده، اللي كيف الكل يحبوا يسبحوا عليك. نهار زين. صباح الخير. نفسي كل ربي يفضلكم. بارك الله فيك يا مدام. يا للا انت معنا اليوم حاضره في البرنامج، حبينا نحتفلوا بيك وبعيد ميلادك. الحقيقه كلمتنا بنتك صفاء، هي وبنتك مريومة، وهي ولدك أحمد. كلمونا حبوا يا مدام يهديولك غناية في البرنامج، الغناية الكل تغني عليك أنت يا مدام بسمة، وكلامها الكل موجه لك أنت. وبالمناسبة بالله تحية الإيمان الأسبوعي، صوتها تعب شوية، إيمال جريساجات وغنيت الغناية هذه المدام بسمة. يا للا ركز معي وأسمع بنتك شنو حابة تقولك. يلا. لحلو ولا حار، أمي طيبة برشا
نمشي تخطب الأمين إن شاء الله دي مفرحاني إن حبك دي مفرحانا والعقبال على الدين بس وما حنين وبكايا في كل حكاية حبيت اليوم نفرح بيك ونغني لك هالغناء تعبناها شوية باش تربينا كي كنا صغار امي عنا هي أغلى مالينا بركة الدار طيب كل حاجة بنينا لا حلو ولا حار أمي طيبة برشا وعلي حنينة أنا والأولاد حبنا برشا وتتمنى تفرح بينا وتشوف الأحفاد جيت نغني اليوم الأحلى بس وما هبي عدنينا والليلة جوك أحلى خدلوك بشوية غلا ولا أصحابك ولا لا هابي بيرثدي طفي الضو اللي أحلى عبي كل شقة تويت شوفا شبعك تويت البر وفي الأدرمات بواتا بلعب مساجات خمسة نتوت بالأفلات نهني وفيك ولا تبنات